درتي فيا رانا مشيت معاك. ها يلا مرحبا بمتابعي قناة شوف تي في مباشرة من رحبة الرامة بسيدي بنور. حنا اليوم جينا لرحبة الرامة باش نشوفوا الأثمنة ديال البغال وديال الحمير في أشهر رحبة بإقليم سيدي بنور بإتلات سيدي بنور. كما كتشوفوا الرحبة هي هذه. حنا غادي نشوفوا الأثمنة فين واصلة، الأثمنة ديال الرحبة. كما كتشوفوا حنايا على المباشر كما كتشوفوا معنا، غادي نحاولوا أننا ندردشوا مع المواطنين وغنشوفوا الأثمنة شحال واصلة هنايا، الثمن ديال البهيم شحال واصلين. تبارك الله، هذه هي أشهر رحبة بسيدي بنور كما كتشوفوا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيداير الشريف؟ بخير بخير. الله يسلمك. والله كيداير؟ بخير الحمد لله. كيداير الامور؟ شي بخير. كيداير السوق؟ كل شيء زين الحمد لله. كيداير الرحبه ديال الرامه؟ شويه. شحال واصل هاد هذيك واصل هاد البارك هذا؟ شحال داير هذا الثمن ديالو؟ 6000. 6000 درهم. 6000 ولا 6000 درهم؟ 6000 درهم. اللي عاطينك كل اللي عاطينك 6000 درهم غتبيع لي جيب 20 600 درهم. 600 درهم. 600 درهم كما كتشوفوا هذا 600 درهم. واخا دابا كتهضر شحال تخلص لي تاع الصنك؟ 1000 ريال. 1000 ريال. 1000 ريال الصنك؟ نعم. شحال غتبيعو؟ ويجي لي 5000 ولا 4000. ما تبعش لك هذا السوق هذا، تخلص لي 50 درهم اخرى. 50 درهم اخرى. حلف امو قدوي. نعم سيدي. واه السلام عليكم. تاجي تالي زيد تالي. لاباس عليك؟ لاباس. كلشي بخير؟ الحمد لله. الحمد لله. قول لي. نعم. الثمن هنا ديال حشاك ديال الحمير. ديال الحمير شحال واصل بيناش؟ كاين كله والثمن ديالو. كاين مليح داير ديال 45000، كاين شويه 30 40 20 30 وتوسم. وهاد الصغير 5000 4000 3000. 3000 3000. حمار داير 3000. 3000. حمار غلى من الصوت. بايد. حمار غلى من الصوت الانتخابات. كاين هو هذا. واخا قلت لي دابا كتخلصوا 50 درهم ديال الصنك. 50 درهم. جبتي عندك خالك ولا عندك حمار حاشاك 3000. جبتي هذا السوق ما تباعش لك. غتجيبو غدا الثلاث ثاني. انا خويا تخلص عليك. لا جبتي اليوم. لا تجيبو غدا الثلاث. كل سيمانه تخلص عليك. باش غيطلع. وغيطلع بكثر. شنو غيطلع؟ وطلع باش ما بغى. ماشي غيبقى في الثمن ديالو هو 3000. راه غيفوت بخيرو. بخيرو ولكن واش غتعاود تبيع؟ عاد ترديه تخلص عليه السنك ما تباعش. ترديه تجيب على بال بريال ديال الفصه يضربها ترجع ثاني ترديه السوق 5000 ريال. وحمار هذا يضرب 5 ديال الفصه ورباح زين هذا. الليله راه كدا يزدو مزيان. واخا سي السلام عليكم. كيداير بخير؟ بخير الله يبارك الله. كيداير مع السوق؟ الله يطول عمرك. كيداير مع الحمير؟ الحمير احنا كنتلاوحوا معاهم. هو هو حمار. لا حاشا الله يدي الله عزك الله. هذا هو الكبير. هذه الاجواء ديال السوق، هذه الاجواء ديال البيعه والشراء. الناس ديال الباديه، لان احنا كنعرفوا الناس ديال العروبيه، الناس ديال الباديه ما فيهم متفقنين، ما فيهم تبعكيك، عادي الضحك والنشاط. كيداير السوق؟ بخير. نوبه طالع نوبه هاو. كيداير الاثمنه؟ الاثمنه راه لي بثمنها واللي هي نعني على وجه السلعه. مليح راه باينه بحقه. الحمار الغالي شحال داير؟ الغالي وهي 40 45 حتى 35 30. قال لك كاين اللي كيوصل حتى 60. وكاينو بحال هاد الماركه ويكون شي حاجه مقدره. دابا هذا بغا ولا حمار هذا؟ حمار هذا. هذه حمارة. حمارة. شحال واصل هذه؟ هذه باقيين ما عطاوهاش كاع. باقي نسول. واخا نسولوا مولاها. سير
الله يا ولدي الله. السلام عليكم. عليكم السلام. لاباس عليك بخير؟ لاباس عليك. مرحبا بك عندنا في سيدي بنور. الله يجازيك بخير. قول لي. نعم. هاد الحمارة علاش واصلة؟ عطاونا سيدي 34000. عطاوك 34؟ أييه. تبارك الله. ديال الذبيحة؟ لا ماشي الذبيحة. ماشي الذبيحة. ديال الجرانات. ولكن لقاو الخوت. هادي تهز قرانك لو بغيتي تركب. يا زقراني ولكن لقاو الخوت. عطاوك درهم. عطاونا 34. صالتك هو 20 عطاك درهم. 20 درهم. درهم ما حشمش. وانت كتشوف. ما انا ما عطيش انا. عطاه واحد اخر. عطاه. انا كنبيع معاه انا. هذه وبيني وبينك. شحال طالب فيها؟ وبيني وبينك اوستاذ هذه ديال درهم. لا. ماشي ديال درهم. سولت هذا كيف درهم يقول شمتو. لا هذه ديالي انا نركب. لكن ما قلتي ندير على شي دويره. الله يسهل عليكم. اللهم امين تبارك الله. حنا دائما على المباشر كما كتشوفوا. شوفوا هذا حتى هو. شوفوا تبارك الله هذا دريويش ظريف تبارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. كيداير الشريف؟ بخير. خدم لي الشاك من بعد. ديما. ديما. كيداير الجران؟ ديما. شعبنا واد. شعبنا واد. نحيد الكارو. دابا الحماره قلبتيها بالدخان. كيشرب كلام. كيشوف شحال داير هاد الحمار هذا؟ انت تبع عندك الهضره. خلي عبد الرحيم. شحال وصل هاد؟ ما بغي لوحوك. انت اش لاحق بالهضور مال انت؟ لا ما تضربوش ما تضربوش ما تضربوش ما تضربوش. قول لي انت قول لنا شحال وصل هذا؟ انت ما ساومونا كاع اصاح. يلا. شحال طرف انت؟ وبغينا فيها 10000. 10000 باقي ما عطوك فيها والو. 10000. دابا هذه دايره 10000. أنا 5000 أخويا. دونك 5000، أنت شحال باغي فيها؟ باغيين فيها 8000. 8000؟ فك السلعة راه غتزادك الصنك. ويجينا الشاري ونبيعو. شحال خلصت الصنك؟ ويجينا الشاري بعد 1000. 1000؟ 1000. مخلص عليها 1000 وجايبها ب 1000 في الزين. إيه. خلص. وشحال واكلة؟ شحال واكلة اليوم؟ واكلة لا تحسب لها كاع. تحسب لها كاع. تبارك الله. حنا دائما على المباشر. السلام عليكم. كيداير الشريف بخير؟ لاباس عليك. الشريف بخير. كيداير السوق اليوم؟ والسوق بارك راه مشي. مشي. مشي مزيان. شحال داير العود؟ كل عود والثمن ديالو كل واحد ورزقه. واخا العود شحال داير العود؟ والعوده كاين 80 كاين 70 كاين 110 كاين 90 كاين 40 مخلطه ماشي السوق. مخلطه. وبالنسبه اللي بغى حتى هو شحال الثمن ديالو؟ 80 90 110 كاين حتى المليون. دابا كتلقى بعض المرات البغى الغلى من العود. اييه كاين لا البغى المليح. البغا كيجر. العود لا عطار. العودة بالسمية. عطار. العودة السمية كيقول لك ويني راك عودة. ما كاينش عودة ما كاين والو. لا دابا بلاتي دابا بلاتي. دابا كيقول لك ويني راه حد العود راك بحال العود. اش يقول راك بحال البغل. كتقول البغل هو اللي البغل هو اللي الصبار هو اللي كي. البغل عز عليك انا من العود. العود كابر. ياك. ما كيجرش مزيان ما كيجرش مزيان وما كيطلقش بحال العود البغل. البغل كيطلق. سير فين بغا يدي ما يعياش. ياك. البغا الصبار داكشي علاش غالي. البغا الصبار. والحمار. حمار حمار. الحمار حمار. حمار حمار. علاش حمار حمار؟ قال لك الكسب حمار هو الحمار. هذه هي الاجواء ديال السوق، هذه الاجواء ديال الناس ديال الباديه. السلام عليكم خويا. بخير. بخير الحمد لله. كيداير السوق اليوم؟ وشويه السوق كاين الثمن اخويا. كاين الثمن. انا راه جايين من تاونات وجايين حتى لهنا. جايين من تاونات. الله يمسك الصحة. مرحبا بك اخويا سيدي بنور في دكانه بلاد الخير. كنقول لك دكانه كنقول لك دكانه بهاد الخيرات اللي جيت على الشويبات. الله يرحم الوالدين. ما غاتباش غنصيفطوك بحال هكا. لا انا غادي بحالي انا ما عرفتش. مرحبا. شري تقديتي السلعه ولا مازال؟ عطينا شي بركه درنا شي بركه. اش خديتي الحمير بغال؟ الحمير وبغال مخلطه داو. مخلطه. علاش كتفضلوا السوق ديال سيدي بنور كتجيو ليه؟ السوق ديال بنور حنا دابا عزيز علينا السوق كبير وكنجيو هنا كنتلاقاو الحباب والصحاب. ايوا الحمد لله كنتعرفوا مع الرجال ونجيو هنا ندوس ليهم شو زعما نترزقوا الله. شنو السوق في المغرب اللي كيجيك انت في الدار؟ يجينا هو سيدي بنور والشماعيه. سيدي بنور والشماعيه. الله ياوي. هادو هما اللي كي هادو السوق دكايله وحمر. دكايله وحمر. دكا واسفي. اسفي عبده. هذاك ولا عبده ما كيتحاملوش. ايوا اش غادير؟ ما عندك ما دير خلاص ما عندك ما دير. السلام عليكم. السلام عليكم. لاباس. شوف خرج فيا عينك. معلوم معلوم. ما تصحاب لي شي بغلت انايا. لا. مرحبا. كيفاش دوكا العود مخاصمين؟ علاش مخاصمين؟ تخاصمنا معاهم على البير. هما بغا يقلعوا لنا البير. وحنا تخاصمنا معاهم. حنا هودنا ليهم واحد البير باش غنديروا. دابا بلاتي دابا انت عبده هبطت ليهم واحد. دابا انتما حنا دوكا لا نشلاه بيا دابا قوالبيه. لا ما قوالبياش غنديروها بلان هذاك بلان. بلان. عبده ما فيهمش بير ما يكسبوش. ما يكسبوش بيرهم. خاصو يعرف يهضر معاك. البير ديالنا. كاين البير في دوكا اللي صالحه.
ما باش دورها كلها تفوت تطلق العابده وتسير غادي ما كاينش عندهم بيان باقيين دايرين على المطفي على المطفي بلا ما تقول لي شلاه بيا ولا البير ديال من البير ديال من البير ديال دكاله ديالنا اي ديال دكاله ديال دكاله مرحبا البير ديالنا وديالنا ديال دكاله عودنا لي دكاله باش غادي المريد عندك اوراقي بلا اوراق لكن قلت لنا واش هادشي بلا اوراق هادي شوف تي في شوف تي في مرحبا سمعتي عودنا لي واحد هما من اللي عاقوا بينا عودنا لي واحد قالوا غنردموه عقبنا طلعنا ذاك الواحد قلنا تعالوا نتسابقوا على الخيل زرنا الخيل هما ركبوا على الجدوعه وحنا دينا لهم الخيل كبار وهلبناهم فهمتيني ولا دابا دكاله دائما غالب يلعب هلبنا لهم الخيل باش بردنا البير حنا نتسابقوا معاهم انت منين انت انا هو سيدي بالنور هو سيدي بالنور واش كتعرف الثاني انت غتعاود بلي نعاود لك انا دكالي حر واش كتعرف ود بلادك انا وش انا ولدي مع تنطل دوريجين ود بلادك وتعشى واجي تبات مرحبا بك مرحبا دكاله دكاله بلاد خيرات انا ساكن احنا بلاد الكرام انا ساكن احنا الساعه العشيه ومن هو ولدك ولا قول لي شوف السوق مرحبا اجي 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 تعال اجي السلام عليكم تعال 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 اللي دكاله السوق اللي عندكم هنا انا 15 واخا هذا السوق فيه 60 كازامر دابا تصات من الشاويه مرحبا بك عندنا سيدي بالنور نعم الله يبارك هذه الكلمه قلتيها زوينه الحمد لله انت ماشي ود البلاد ماشي ود ضرباتك نفس هاد البلاد كما كتشوف هاد الحاله ديال هاد السوق حنا اليوم اللي حنا هاد الرحمه ديال الرام باش نعرفوا الناس من المنطقه واش كاين المشاكل اللي كيعيشوا البيع الشرايه هي فعلا السوق السوق خاصة. ما السوق ما والو حنا كنتساراو المغرب وكنشوفوا السواق ديال الناس اخرين بالمقارنه ديال اكبر سوق في المغرب اللي هو سيدي بانور تقريبا المساحه ديالو 60 قطار واش غلبهم هاد الدس ميد دس ميد زفت ميد دالي لك هاس الاول لا كتصب الشتا راه كنغرقوا خصوصا السوق كنعرفوا انه وكاينين الناس مسؤولين هنا السوق راه مكرم مليار و700 مليون اه مكرم مليار ولا بجوج ملاير يعني خاص الناس اللي غتخدم الناس مسؤولين اللي قلت الناس الساكنه اللي تاقت فيهم وعطاتهم الثقه ديالهم راهم قادين يصوبوا هاد السوق وكيتعاملوا عليه ما غاديش يصوبوا ولا خصنا بالنسبه لهذا يعني انا شفت شوف تي في راه تقت فيها بانك توصل هذه الميساج يعني دابا راه جيت عندك ودرت دابا هنا غادي نوضحوا للناس حنا جينا اليوم لرحبه الحمير حاشاك كنشوفوا حمار واصل 150 درهم يعني حمار غلى من المواطن في التصويت لا انا ما نخش معاك في هذه السياسه اسمح لي كل من طاق اسمح لي يعني اللي باع صوته 150 درهم حمار اليوم اغلى منه لا لا لان الانسان خلق الله وعدمه الله على جميع المخلوقات ولكن باش غنصيف انا انسان بحمار ولا لا اسمح لي راه حاشاك ما قلتهاش لا الصوت حيت الحمار ما قلتهاش لي حاشاك واخا نشرح لك ثاني الصوت شوف انسان خلق الله وعدمه الله هذيك راه كيلقاو كيستغلوا الضعف ديال الانسان والفقر ديال الانسان لان المواطنين ولا الناس المسؤولين اللي قبل كون وفروا الشغل لهاد الناس ما يخليش يشد ميتين سمعتي ما يخليش اسمع اذا انا بيع راسي غالي ماشي بحالك تبيع راسك ب 4000 كاينه الا كنت شاد 20 مليون اذا بيع راسي غالي تبيع راسك ب 4000 ماك مشيتي تعال تعال ناقش اللي غيوزني انا ويشريني باقي ما تزادش من كرش امه هذا ميساج كنوصلوا للمسؤولين ديال سيدي بنور واخا انا راه ضايف ولكن مع الناس ملي كتشوف خاص دار في اعاده النظر احنا مغرب واحد الحمد لله عشان الملك ولكن خاصها دار في اعاده النظر لانه كيدخل واحد الميزانيه لكثير الناس خاصو دار في اعاده النظر ويتصاوب الناس ويتضرب به المثل علاش ما يكونش واحد المسجد ويكونوا طواليطات الناس فين يتوضاو خاص توصل هاد الميساج هاد سعد الحيط وشوف شنو كاين في الحيط ديال لي طواليت ماشي مشكل هادي ماشي خاص ولا 100 20 بدوش كان حمار 420 ولا 400 ولا مشاكل اللي كيخلصوا الناس كنخلصوا 50 درهم في الباب ديال البيت الا شفت 10 درهم كنخلص عليهم 500 درهم اللي بغيتها كاس ديال ما نشربو ما كاينش بغيت تقضي غرض غلبهم ربعة رومينيات بغيت تقضي الغرض هذا دويت معك ديك الطواليطات ما كاينينش انا ما كندركش الانسان يعني يعني هنا غادي نوصلوا ان خدمة مسؤولين الحمار حاشاك في والو غادي يدير ما ندخلش معاك السياسة احسن السياسة ما ندخلش معاك انا سولتي على المشاكل ديال سيدي بانور ديال تبارك الله عليك هذه المشاكل اللي واخا تبارك الله احنا دائما في جولة عبر الرحبة كما كتشوفوا تبارك الله شوف الخير خير هذا واخا انا نشوفوا هاد الناس السلام عليكم شحال واصل هذا هذا بغى الحمار هذا بغى شحال واصل الثمن ديالو 140 شحال 140 140 بغيت نسوق دابا الاثمنه ديال البغال غلى من تلقاه غلى من العود علاش البغال حقاش كيخدموا عليه والعود كيركبوا عليه يعني البغال صبار بغال صبار صبار مزيان مزيان
تحمل فيها لي جرة مش بحال العود. لا العود صافي خطاك تركب عليه صافي. احنا دائما على المباشر هنا من رحبة الرامة كما كنشوفوا معكم. نشوفوا كذلك هنايا الخيل تبارك الله دائما كما كتشوفوا معنا مباشرة على قناة شوف تي في كما كتشوفوا هنايا تبارك الله الخير. هذا بغل. السلام عليكم دا شريف لاباس شريف بخير. ما قطع لك الدم اخويا. هذا عطيني ثمن وردني اللور. شحال عطاك؟ عطاني 30000 وعطيني 34 في هذا 34. شحال عطاك هو؟ عطيني 30. سلك معاه مالك؟ ما خير ما سالكينش. علاش ما سالكش؟ والماكلة فيني. الماكلة توصلك شحال مخلصة؟ الماء وصلك 1000 ريال. والهزان 100 درهم. واش بقى لك؟ ما بقى والو. ما بقى والو. ما بقى والو. اش غادي؟ فالا تاع الثمن ب 500. يلا والصنك؟ والصنك 1000 1000 ريال. دابا الصنك مغنيلو عليكم؟ مغلينو 1000 ريال والله ما تدخل لما كانت لي 1000. بيع ولا كاع لا تبيع تردها 1000 ريال. 50 درهم 300 ما كاينش كاع 50 درهم شي صوت وتردها واخا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي بخير هذا بغل هذا ياك؟ جدع. شحال داير جدع؟ هذا عاطيني فيه 32 32 32000 واخا. دابا كتخلصوا 50 درهم ديال الصنك. 50 درهم الصنك ولا 50 هذا 50 دخلتي غير الصنك. كنشوف انا واحد مسكين جايب حمار تو هادو حميه باغي يبيعو عاطولو 100 درهم وغادي يخلص 50 درهم. تو يخلص 50 درهم 50 درهم تخلصها. غاتشيط لي 50 شيط لي ولا ما شيط لي ولا ما شيش لي. غازو ب 50 درهم وخلص عليه 50 درهم. عاطينهم 100 درهم ومخلص عليه 50 درهم وهزو ب 50 درهم. واش غاشيط لي؟ ما شيط لي والو. الفطور يبقى الله. جا زار سيدي بنور وصافي. ويا باغي يجي يزور مرتين خاصنا نخلصوه مرة الصنك. كيعمل مرتين الصنك. كيعمل اليوم وغدا. ديما اللي ما تباعوش خاصنا نخلص الصنك. لا ما تعلم خاصك تخلص. دابا الا جبتي مثلا عندك واحد حمار ب 4000 جبتي ليهم 50 درهم وغادي تخلصي 50 درهم. والمركوب ديال والمركوب حتى هو المشكل ديال الثمن هذاك طريفه. المهم بهما اللي حصلت هنا ما خاصهاش تخلص نهار الاخر. داخله مخلصه السنك صافي. يعني خاصو يعطيك شي ورقه باش باش راه شوطيه هذه راه من السوق نهار الثلاث مش نهار الاثنين. اللي حصلت بهما خلص عليها ثاني. واخا واش كديروا غير السوق ديال السبن ولا سوق اخرين؟ كل داك الشيء على حساب السوق الاخرين. شحال كيخلصوا السنك؟ 50 درهم هي اللي كاينه. سخرين لا كاينه كاينه 30 كاينه جمعه صحيم 600 600 جمعه صحيم 600 ولا فرنسا 600. سيدي بان سيدي بانور هنا لي 1000 ريال والسبته و600 سيدي بانور 1000 ريال. سيدي بان طالع الطريفه. طالع الطريفه. واش حنا هاد 1000 ما يهمناش حنا ولكن حنا باغي نبقاو هنا ما باغيش تحول حتى بلاصه. حتى هو اللي كيفلي الرام تقريبا. هنا ارخص حمار شحال وصل الثمن؟ ارخص حمار شحال وصل؟ المحدود ما كاين ارخص حمار. كاين ارخص حمار كاين ب 10 وكاين اللي بغيتي كاين اللي بغيتي المليح 80000 90000. لا ما كاينش باكل حمار ولا شي. كاين قال لك والله كاين. وانا بغيتي تشري 100 درهم بغيتي تشري ب 4000 كاين هنا كلشي كلشي. العاويه تما بحالك. بغيتي تشري ب 20 بغيتي تشري ب 30 بغيتي تشري ب 100 حتى راسك. يعني كله ثمن. كله ثمن كله ثمن. الثمن ما مقادش. دابا انا عادي 100 درهم نقدر نشوف شي بيكاران ديال معايا. ها جرى والله جرى 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 ياك 100 درهم تبرعني تبرعني 100 درهم. في شي تبرعني ندير به الكفته ولا ندير به بغيتي الكفته ديال الكفته ديال الحمير واعره. خذ لك ديال شي شجيعه. علاش واعره ديال الكفته؟ دقيقه دقيقه. لا 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 تحقر لا ديال الرامه ديال الكيادر ديال الكيادر. دقيقه واعره مزينه. هذا في دقيقه هذا لا ما دقيقهش ما كنجوش. كنت تاكل الساندويتش ديال الزنقه ولا كنت تاكل لا لا خويا ما ناكلش فيه. كنت تاكل الصوصيط؟ لا لا ما ناكلش. عمرك درتي الصوصيط؟ لا شي خويا والو ما ياكل والو. هذاك كرك واحد واكل ماشي الدحش راه واكل ما حتى شنو واكل سلات الحمير. هذا دائما حنا مباشرة غادي نكملوا معكم في هذه الجولة في رحبة الرامة. كما كتشوفوا الخير هذا بغل هذا تبارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم المعلم. الحمد لله. لاباس عليك؟ شاد جوج ديال الناس. عاشادين الناس. عاشاد عاشادين الناس. شحال الثمن ديال هذا؟ واحد يعطينا فيها 30 وهذه يعطينا فيها 30. وهذا عوينه وحده. هذا عوين عوره. عوره. وقال هذيك العوينه هي ناقصه الثمن. هي ناقصه الثمن. تبارك الله. دائما احنا على المباشر من
حنا غادي نرجعوا كذلك كنلقوا معكم بهذه الجوله هذه بالسوق الاسبوعي بسليمانور برحبه الرامه. كنشوفوا الاجواء ديال السوق، الاجواء ديال الاثمنه في اكبر رحبه في المغرب هي ثلاث سيدي بنور كما كتشوفوا. ها هما الحمير، غادي نشوفوا الاثمنه ديالهم. انت شحال هاد الحمار؟ ومو الحمار راه كيف شحال طول؟ 3000. ما بزافش هذه 3000. اه وخذ مع دي 100 درهم خدي معك. وراك شحال طيسي هذا؟ 100 درهم. 2000. 2000 واش طالب لك؟ قال لك 3000 ريال. 3000 ريال ومدخلوا بها 1000 ريال. قال لك غيشيط ليها 2000 ولا ديتهم من عندنا ب 1000 ما غيشيط ليه والو. دابا هو باغي في 3000. تعطيتي 100 درهم وما مدخلوش عليها مدخلوا والو. واخا مدخلوا بالو. انا اليوم غنبقى شبين معاكم. هما مدخلوا بالو وهازوا بالو ولا عطيتو انا 2000 ما شاط ليه والو ما جبرش باش يفطر. شحال باغي فيها انت؟ باقي على الله. يلا دخلنا راه الوطن 3000. 3000 راه ماسح. راه ماسح يمسح ولا يبرك. شتي يمسح هي ما بقاش عنده الفول باش ياكل كبر. واش يوكلوا؟ ماخلوش ما ندردر. ماخلوش ما ندردر. لا جيب لي 99 اللي باقي. زعما كياكل داك الشيء رطب. رطب ما عندوش درس. بحال دابا التمر غيطيح لك الفم ولا ياكلك الصوبه. الله يرضي عليك. دابا باغي تحيد السنينات. صافي الصوبه. الصوبه. الله يرحمه. هو. لا والو زعما بحالنا بحالنا. الصوبه الحمار يضرب الشمندر. الشمندر نخاله. غادي يدير الصوبه تاعه. شي كور طب. خليني غنفحقوك في باتو ثلاثه. لا واقف ما نقدش. عندي وركبوا على بو يدير لي بيكانا عايد لا يرد. لا اصحاب السر اجي اجي عندي هذا 500 درهم. احنا دائما على المباشر كما كتشوف الاجواء ديال هذا. هذا حمار ولا بغل ولا شنو؟ هذا خويا بغل. بغل تبارك الله تبارك الله. شحال داير هذا البغل؟ داير البغل خويا ديال 120. 120. دابا كنلقاو البغل غلى من العود. خويا البغل حيت مقبول البغل حيت الناس ما بقاوش يطلقوا. دابا اما صحاح البغل ولا العود؟ لا البغل. البغل علاش دابا كيقول لك الصحيح كي العود وما يقولش الصحيح كي البغل؟ لا البغل هو الصحيح. اه البغل هو الصحيح. ولا دابا انت ما كتقول لي واش تبارك الله قدو قد العود. ايوا قدو قد العود ما فيه صحاش. ما فيه صحاش. ما فيش طايله. والبغل؟ البغل صحيح. دابا بغيت نردو نقول لك قد البغل. قد قد البغل. اه لا قد قد البغل. كيداير السوق؟ السوق مشور اصلا. تصور. السوق مشور دابا حنا كنجيبوا البهايم كنجيو دابا حنا من كزوله. انت منين انت؟ انا من كزوله. جاي من سلطه كزوله. عبدي. عبدي. السوق هنا فين اخويا؟ ناري دابا المشكله دابا هي ديال عبده ودكانه ما كيتحاملوش. ما يتحاملوش. لا دابا اللي شدوك اش غيديروا لك؟ انا غيطحنوني عصوني كنصبر ليهم. كنصبر ليهم التعب ما غاديش بحال هذا. دابا كان دكانه اللي داروا اللعبات. لا دابا تعال تعال. دكانه اللي داروا اللعبات. دابا دابا انت عبدي. هاودوا الكبير. انت مين انت؟ عبدي عبدي. انت عبدي. اه. لقيتوا عبده. اعطينا شي دكاني. هودوا عبد الكبير وقال لي عبد الكبير. قال لي البير وقال لي عبد كبير واش ديال دكانه ولا لا؟ قال لي ديال دكانه. قال لي هما مهودين ولا البير؟ مهودين دكاني. مهودين دكاني. قال لي اسيدي حنا هذا البير غنتخاصموا عليه نردموه. وقال لي هدا رانا عبد كبير ماشي البير انا راني عبد كبير. دابا انتم يعني ديما كاينه قصاص بين دكانه وبين عبده في الحمير صابغين. لا لا ما خود دابا السميات ما ام خود بحال 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 عبده بحال دكان. شكون اللي كيقولوا الصباغي الحمير دكان ولا عبده؟ يا ولدي داك الشيء هضره هما دكان وعبده بحال 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 بحال. ما كاين الفراق الحمد لله. واش كاين الفراق؟ حنا بيناتنا الحمد لله مغرب واحد الحمد لله. هذيك كتبقى قصاص قصاص خلقات بين دكان وبين عبده. الله يرزق الصحه والسلامه بارك الله. حنا دائما متابعي الكرام على المباشر بارك الله عليك. دابا الاسواق كلشي الصنك هذا مرخيص. اه وهادي دوك دابا كلشي كتسكن من الصنك. والصنك هنا فين غالي ما عرفتش كيفاش. شحال عندكم انتوما في الكزوله؟ وكزوله ديال 400. وعي السواق هنا 400 وهنا دوك 1000 ما فهمتش كيفاش. لا بغا واش بغا يربحوا دغيا ولا لا؟ حميرنا جيدين حنا. حميركم جيدين. الحمير ديال دوك ماشي هما ديال عبد. لا لا دابا شوف دابا دوك كانوا والله يعمر دار كانوا حاقين عليكم منين انت؟ والله يعمر دار دوك جينا السوق عمرهم غاليين عليكم. الله يعمر دار بلاد حمر كاين الفرانكي كاين. اه
1000 فران 1000 فران وكل بغلدي اللي 400 من 10 ديال 1000 فران الحمار ساوي 1000 تخلص عليه 1000 هو ساوي 1000 تخلص عليه 1000 الله يرحم السال دابا كاين لا نظام لا والو حتى النظام تاع السوق فينا السوق ما هيمش كاين شي سوق كاين شي حاجه ما كاين والو كاين الله تاك هاد العام العام الاخر ملي كيشتري هادو كيدير الحال القادم في عندي الحلقه يا ولدي كيفاش غادي من الخماس قاعد ملك الشارع هاي ملك الشارع ما كاين السوق لا ولا وحده هاو دحره هذا سوق هذا سوق قاعد هيمش سوق مكرفس قاعد هيمش مكرفس 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 مشقيريه اه مكرفس وهدر هكاك مكرفس لا مكرفس كيخلص النظام كيخلص له صحيحه ولكن النظام ما كاينش ما كاينش النظام اي والله دائما تنظم السوق هذا السوق خاصو يتنظم ني دابا كنت شي سوق لحد ديال اكادير و سمعني سوق مدينه سوق سوق ديال الناس الباديه وديال المدينه وديال حنا بغينا بحال هذاك الشيء بحال هذاك التطبيق دابا هنا مكرفس حنا بحال هذا الشيء هنا مكرفس ها السوق سيدي بانو مكرفس خاصو يخرج على برا كاع حتى المايك دايعين كلشي داي ما كاين حتى ما كاين حالاش حتى لا هما من المقابلين لا من المقابلين لا هما من خاصو يتنظم هاد السوق هاد البهايم وداك الشيء راه خاصهم يخرجوا على برا حنا بغا هاد المدينه الا كان السوق يولي ديال المدينه خاص البهايم يخرجوا على برا السلام عليكم السلام ورحمه الله تماكم مضاربين لا ما مضاربين على والو اه ما مضاربين شوف شاجي زين عندي مشانقين نعدول لا ما مضاربين هذا الراجل باغي من البليده انا دابا دكالي اييه 80 انا الشاويه 16 الشاويه 16 دابا الشاويه ودكاله لقيتهم مضاربين علاش مضاربين بغيت دير لي رزقي كيفاش بغيت دير رزقي انا شتي تقول درويش هو بغى يدير لي رزقي ولا انت اللي ديتيه ليا وهربتي هذيك السيمانه اش دارك هو دار لي فلوس دائما متابعي الكرام انا مباشر دائما على المباشر مباشرة من رحبة الرامة السلام عليكم كي داير بخير لاباس عليك بخير ولوباس كي داير كي داير الثمن اليوم ياك لاباس عليك الحمد لله كي داير الصوت كلشي زين كلشي زين كلشي زين شحال داير هذا 70 بغلا هذا 70 بغلا ولا بغلا عاودة اه ياك ما كتركب على طول لا لا والو اه تقول لي صفيها ليا لا 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 اه شحال داير عاودة تبارك الله؟ لا شحال داير الثمن ديالها؟ 70000 70000 اه غاديها من عندنا شحال بقى؟ ديها من عندك ركب درك 70000 اش غنديروها نديروها كفتة ولا اش غنديروها؟ هذه راه منادى كي داير السوق بعدا؟ كل شيء زين شحال خلصت الصن؟ كم خلصت الصن؟ خلصت 1000 ريال ولا سالت؟ 12 100 لا واش مخلص ولا سالت؟ سالت ولا؟ كم خلص؟ خلص 50 سن ما كاينش سليم 50 ولا ما يخلوك الدير وما يخلصك ريال ما يخلصش درهم ياك دابا واحد عنده حمار 100 درهم ويخلص لي 50 درهم ما كيفاش شحال هز؟ عرفت انا شحال هز؟ جيبوا 100 درهم دابا حمار شاري مسكين 100 درهم خاص لي 50 حمار ندخلو ب 1000 وبيعو ب 600 يا عزيز كاين حمار ب 600 ولكن اللي هاي طلقوزي 400 علاش طلقوزي الجوع خاصو التمر جوع باهي مرا التمر راه داخله شاري جايبو بيعو ب 600 ومدخلو ب 1000 و 400 توا 400 فين مشات؟ الله اعلم وانا ما جيبو ب 1000 باعو ب 1000 وخلص باعو ب 400 400 مشات بحال الله يعلم الصنك غالي الصنك غالي الصنك غالي يا صاحبي شوف والله الا عجبو الله يعلم والله غالي لكم الصنك خاصهم الصنك بزاف خاصهم ينقصوا خاصهم ينقصوا اصاحبي علاش ما اتفقتوش باش ينقصوا لكم من الصنك؟ ايه علاش ما كتهضروش الحق؟ راه اتفاق ما كاينش اتفاق فينا وراه ما كاينش والو كيتطابقوش اتفق العرب على الا يتفقوا الله اعلم هادشي اللي نعرفو عنا هو تبارك الله حنا دائما على المباشر من قناه شوف تي في قناه الشعب كنقلكم مباشره من رحبه الرامه الان حنا في هذه هاد الجوله هذه الله يحفظ من الشركله تحيه من وراء الكاميرا الاخ زكريا اللي كنشكره كذلك في
التعاون ديالو معنا كما كتشوفوا. تبارك الله. هذا بغى هذا ياك؟ عاود هذا. عاود. عاود. اه عاود. كتورك عاود. عاود. عاود سيدي عاود. شحال داير هذا العاود هذا سيدي؟ مولا ما عرفتو شحال كيقول. عاطينو 32 عمر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيداير سيدي بخير؟ كيداير بخير؟ الله يبارك فيك سيدي. عاطيني 32 هو راه واكل واحد 64 ولا 65. 65000 اللي واكل اللي واكل اللي واكل وعاطيني فيه وعاطيني فيه 32 وسيدنا باغي يخرج الحديده باغي ان شاء الله يخلي الدنيا والله يسخر الجميع سيدي. الله يسخر الجميع. دابا طالع لك بواحد 65 اباك اكثر والله ما يخص فيها بالله. شحال عاطينك فيه دابا؟ 32. شحال باغي فيه انت؟ واش غايقول لك انا ولقيت هذيك 40 ولا 45 واش غينكركبوا باقي ولا ما بعتيش؟ في الله لا ما رديناش غنجيب غتجيبو غدا تخلص لي 50 درهم ثاني واليوم ثاني خلص لي 50 درهم وغادي توكلو ما غاجيبو السيمانه وجايب 100 درهم ورجع ب 100 درهم وخليها على الله يعني هاد السيمانه غتهضر لك في واحد 10000 والله يجيب السلامه وصافي وخليه يسير بحال هو غنخلوه خليه يسير اش غدير؟ غتهضر لك 10000 والسيمانه الجايه يعطوك فيها 20 والله يجيب تيسير اللهم امين. دائما كما تابعتم معنا مباشره على قناه شوف تي في قناه الشعب قناه الصوت لمن لا صوت له كما تابعتم معنا على المباشر الاثمنه ديال رحبه الرامه من اكبر الناس كيعانيوا الناس ديال الرحبه تيعانيوا من الصنك بعدا كيقول لك الصنك غالي 50 درهم هنا هذه رساله كيوجهوها للمسؤولين باش ياخذوا بعين الاعتبار هاد الناس هادو ينقصوا لهم غير شويه من الصنك هذه رساله صحاب السوق باش ينقصوا لهم من الصنك شويه الناس كلها كتشكى من الصنك 50 درهم ديال الصنك الاثمنه كما كتشوفوا حاجكم الحمار ما بين 100 درهم حتى 40000 50000 كما كتشفتوا الناس يقول لك اللي جايب حمار 100 درهم ويخلص عليه 50 درهم واش بقات فيه مصيبه اش بقات فيه شحال رافدو شحال رافدو ب 1000 ولا ب 2000 اش يبقى فيه لا الصنك اصاحبي هاد الدوله هادي راه غاليه عندكم راه بلا قياس غاليه الدوله هادي الراجل اللي خلص اليوم وخلص غدا على بهيمه ما حشومهاش 2000 ريال ها ولا شحال اللي مات وشحال ياكل في كرشو ها وكاين اللي ما يبيعهاش وصاير كاين اللي خلص على 1000 ريال وكيصدق مسكين ما بيعهاش ومعقبه بحاله دابا واخا دابا كنقول واحد مثلا عنده واحد الحمار حاشاك جابو ب 4000 اييه جابو قلت ما قلتي جاب خاسر ليه 50 درهم ولا 100 درهم ديال المركوب اييه 50 درهم ديال الصنك ما تباعش ليه غادي يعقبوا بحالو هو مخلص عليه الصنك وغادي يعقبوا هو خاسر واحد 4000 والحمار ما دايرش 4000 ايوا راه هنا ولا جابو السوق الجاي ولا جابو السوق الجاي غادي يخلص عليه ثاني 1000 ريال ولا ما باعهوش غادي يعقبوا بحالو هذه هي المشكل واحد انا دابا حضرت ليه دابا مسكين قال الموصل قال لي انا غادي نبيع الحماره وغادي نعطيك 1000 ريال ديالك قال لي لا حط لي الفلوس عاد باش الموصل ها هو مسكين على الله شحال جاي من كولومي طبيعي هذاك الراجل الشيباني مسكين جايبها يبيع الحماره هي وبنتها صدق مسكين هو معقبها كاع حكم عليه قال لي حق قال لا حط لي الفلوس ولا ما تدخلهاش انا حضرت ليه بين عيني كاع مشكل الناس ما كانش والناس كتعاني اخويا هادشي اللي غنقول الله يصوبوا صاحبي اللهم امين من هنا من مدينه سيدي بنور من قلب اكبر سوق في المغرب سوق ثلاث سيدي بنور رحبه الرامه نقلنا لكم هذا البث المباشر شفتوا معنا الاثمنه شفتوا الان استودعكم الله والى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله.